طيب احنا اظن احنا تابعنا التقرير كويس جدا، ويمكن تحديدا في الحديث عن السودان لازم تبقى شايف ان هو مصر باذله مجهود ضخم جدا من حيث الوساطة، التهدئة، اعطاء الرأي وما الى ذلك. ممكن تحسبها بانه كل دول العالم قد يكون ليها مصلحة ما في تهدئة الوضع في السودان. حلو؟ ومن ناحية أخرى ممكن تحسبها بأنه كل دول العالم باستثناءات قليلة جدا لديها مصلحة في عدم تهدئة الوضع في السودان. وبالتالي اللي أنا بقعد أفكر فيه يمكن بصوت عالي، يا ترى هل ترى الولايات المتحدة الأمريكية ترى مستقبل السودان إزاي؟ ده على سبيل المثال. بريطانيا بطبيعة الحال وهي دولة مهمة جدا 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 فيما يتعلق بكل ما هو إفريقي، كيف ترى مستقبل الأوضاع في السودان؟ ثلاثة، هل السودان لها حل أم أنها مجموعة حلول قد تطرح على مائدة النقاش؟ يعني هل هناك حل واحد هو ده اللي هيؤدي إلى استقرار تام وكامل وناجح يوصلنا في النهاية خالص إلى أنه مقدرات الشعب السوداني يقررها الشعب السوداني ونبقى ماشيين في نفس المسار اللي اتفقنا عليه مسبقا، ولا هي قد تكون حلول ممكن تمشي بمسارات متوازية أو نختار منها حل واحد؟ ده برضو مهم جدا. طيب تعالى نشوف من ناحية أخرى عشان بس تبقى فاهم الدور المصري مهم ومحوري إلى أي مدى. الدور المصري اللي مصر بتلعبه تحديدا في تثبيت التهدئة ما بين الجانبين الفلسطيني وتل أبيب، المبادرة بتاعة إعادة إعمار غزة، سلام عادل، ودي أول حاجة، شامل أي وضع حل نهائي من شأنه أنه يفتح أفاق حقيقية ورحبة في المنطقة علشان تنمية وإزدهار كل الشعوب، مش بس هتبقى فلسطين، احنا هنا بنتكلم على أنه المنطقة كلها هتهدأ عن بكرة أبيها. احنا بنتكلم على صراع اعتدنا أن احنا نسميه الصراع العربي الصهيوني في المنطقة. احنا في مصر مثلا نقول قضيتنا المركزية هي قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة. معانا على التليفون دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا 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 يا دكتور. أهلا بيك أستاذ يوسف. إزاي الصحة؟ لينا كتير ما شفناش حضرتك ونتمنى نشوفك قريب. يا رب تسعدني طبعا. يا أكيد رب يعني. يخليك دكتور، خليني هتكلم على مسألة زيارة وفد الكونجرس النهاردة ولقائه مع فخامة الرئيس. التوقيت، دلالة التوقيت في ظل ان احنا في عندنا الأوضاع كما كلنا نعلمها في فلسطين، والأوضاع أيضا كما كلنا نعلمها في السودان، وهناك أوضاع أخرى كمان متعلقة إقليميا يمكن بمنطقة الخليج والمملكة العربية السعودية وإيران وما إلى ذلك، توقيت هذه الزيارة للقاهرة دلالته إيه؟ هو طبعا أستاذ يوسف، زيارة وفد الكونجرس الأمريكي مجلس النواب اليوم والقائم مع رئيس السيسي رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، أيضا نربطه بزيارة رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي لمصر الأسبوع الماضي ولقائه أيضا مع الرئيس السيسي، هو بيعكس من حيث التوقيت ومن حيث الدلالة. من حيث التوقيت طبعا يأتي في توقيت مهم تمر به المنطقة بتحديات كبيرة حقيقة، سواء على مستوى الصراع العربي الإسرائيلي، وكما رأينا يعني في جولة المواجهات الأخيرة بين الجانبين، وهي مواجهات متكررة دائما، هي بتعكس ان طالما استمر اسباب هذا الصراع تستمر موجات العنف. وهنا تاتي اهميه دائما الرؤيه المصريه والدور المصري في تاكيد الحل الشامل والجذري للصراع العربي الاسرائيلي من خلال اقامه السلام العادل والدائم، اقامه دوله فلسطينيه مستقله وعاصمتها القدس الشرقيه حدود 67، هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار وفي اطار حل الدولتين. وبالتالي يأتي في سياق أن دائما أن هذا العنف والعنف المضاد هما نتاج إلا نتاج غياب هذه الرؤية الشاملة والعادلة، وبالتالي يأتي في سياق توقيت مهم. هناك أيضا كما أشرت الأزمة طبعا السودانية، وهي تضاف إلى الأزمات المزمنة والأزمات الكثيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، يعني في وقت تشهد فيه المنطقة تصفير للمشكلات، في تسوية للصراعات، عودة سوريا للبيت العربي الجماعة العربية، رأينا مصالحات، رأينا اتفاقات بين الدول الإقليمية ودول المنطقة، يعني هناك رياح مضادة، ثم تأتي هذه الرياح المضادة في اشتعال جبهة السودان، وهي طبعا
هي تمثل خطورة كبيرة ليس فقط على السودان الشقيق ولكن أيضا على كل دول المنطقة، وبالتالي يعني اهتزاز الأوضاع في الشرق الأوسط له تأثير سلبي بالطبع على المصالح الأمريكية، وبالتالي هي تأتي في توقيت مهم من حيث الدلالة، تمثل أهمية كبيرة وتعكس يعني العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا. هي علاقات حقيقية، علاقات استراتيجية منذ نهاية السبعينيات، هي علاقات استراتيجية ممتدة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، هي بين قوتين، قوة إقليمية مركزية، هي مصر تمثل مدخل ومفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات، وبين قوة تقف الآن على رأس النظام الدولي، لديها شبكات في المنطقة، لديها مصالح استراتيجية، تدرك جيدا أن أي فعالية أو جدوى أو نجاح للسياسة الأمريكية أو استقرار المنطقة لن يكون إلا بالتنسيق مع مصر. ولذلك كان تضمين كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الجمهوري لمصر أول جولة للشرق الأوسط، ثم يعقوبه بأيام أي رئيس اللجنة الدائمة للاستخبارات في مجلس النواب، بتعكس هذا التقدير الأمريكي لمصر، أهمية مصر، الدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار، في التعامل مع كل التحديات وفق الرؤية المصرية دائما، الرؤية الشاملة، الرؤية التي تكون دائما على إطار واضح ومحدد في التعامل مع الأزمات، في التعامل مع التحديات. أيضا بتعكس أن هناك تشابك في العلاقات على مستوى السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، تواصل مصر مع كل مراكز صنع القرار الأمريكي والمؤثرة في السياسة الأمريكية، كلها تعكس حقيقة حيوية وقوة العلاقات، وأيضا الشراكة وتقدير أمريكا لدور مصر وأهمية مصر في منطقة الشرق الأوسط. طب دكتور أحمد، يمكن عندنا قضيتين مهمتين جدا، القضية الفلسطينية والقضية أو الأوضاع السودانية لو حبينا نسميها بهذه الطريقة، وهنا هيبقى فيه طبعا عندي سؤالين برضو متعلقين كل واحد فيهم بنفس القضية. السؤال الأول متعلق بفلسطين، وهو إلى أي مدى أمريكا مستعدة لبذل جهد حقيقي في أن إحنا نصل إلى حل دولتين بالعاصمة الفلسطينية تبقى القدس الشرقية والعودة إلى حدود 67. من الناحية السودانية أيضا، إلى أي مدى أمريكا أو واشنطن بالتحديد مستعدة لبذل جهد لإيقاف دائم لإطلاق النيران ما بين الجانبين، القوات المسلحة السودانية والدعم السريع؟ يعني فيما يتعلق بالقضية الأولى يا سيدي يوسف، دائما يعني نحن نعرف أن الرئيس بايدن عندما جاء للسلطة وفي بداية 21 وأعلن أنه مع حل الدولتين، اتخذ بعض الإجراءات الأمريكية مثل تخفيف يعني المعاناة على الشعب الفلسطيني، يعني استئناف المساعدات، لكن ما تزال هناك فجوة كبيرة ما بين ما تعلنها أمريكا ومن رغبة في حل الدولتين وبين الخطوات التي تتم على الأرض الواقع. ما دلنا هناك هذه الفجوة هي التي تمثل أو تمثل هو ما بين ما هو مطلوب، ما هو مطلوب دور أمريكي، باعتبار أن أمريكا هي الراعي الرسمي لعملية السلامات التي انطلقت في بداية التسعينات من القرن الماضي، باعتبار أمريكا الطرف القادر على الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الممارسات الانفرادية والوحدية، باعتبار أمريكا أيضا لديها مصلحة استراتيجية فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار. وبالتالي هنا الرسائل المصرية دائما للجانب الأمريكي سواء على مستوى السلطة التنفيذية، على مستوى السلطة التشريعية، بأن دائما الحل الشامل، الحل العادل هو السلام العادل، الإقامة الدولة الفلسطينية، يعني دائما تترجم يعني خطابات ورغبات وتوجهات إدارة الرئيس بايدن فيما يتعلق بالكرامة الفلسطينية، فيما يتعلق بحق الفلسطينيين في دولة، في بقية الشعوب. وبالتالي هنا دائما الرؤية المصرية تقوم على أن الحل هو بتحقيق هذا السلام، طالما لم يتم تحقيق السلام العادل والشامل، لم تقوم دولة فلسطينية، تتظل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار، في حالة من الدوامات، هذا بالطبع يؤثر سلبا على مصالح كل الدول بما فيها المصالح الأمريكية. وبالتالي السياج الوحيد للضامن لأمن إسرائيل، السياج الوحيد تحقيق الاستقرار، تحقيق المصالح كل الأطراف، تحقيق بيئة من التعايش والتقارب والتعاون، لن تكون إلا بهذا السلام العادل والشامل. وبالتالي هنا على الإدارة الأمريكية أن تبذل مزيدا من الجهود، لكن يعني هناك بعض التحديات خاصة يعني مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هناك قضايا ملفات مثل الأزمة الأوكرانية، هناك ملفات التنافس الأمريكي الصيني، كلها بالطبع تؤثر على أجندة الإدارة الأمريكية في المنطقة، لكن تظل المشكلة المركزية، القضية المركزية والمحور في المنطقة هي القضية الفلسطينية. واعتقد ان مصر دائما ما تحاول تسعى الى التنسيق مع الجانب الامريكي فيما يتعلق بتحقيق الهدوء بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وثم الخطوة الاهم والاشمل والعلاج الاكبر وهو انخراط عملية سلام، اقامة دولة فلسطينية،
وفق المرجعات الدولية، هو هذا هو المدخل الوحيد. وأعتقد أن الإدارة الأمريكية سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو على مستوى السلطة التشريعية والكونغرس الأمريكي، أعتقد أنهم سمعوا هذه الرسائل وأدركوا أهمية هذه الرسائل في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، باعتبار أيضا أن إسرائيل هي جزء مهم جدا من المصلحة الأمريكية، وهناك اهتمام كبير بأمن إسرائيل. وهذا الأمن لن يتحقق من خلال القوة أو من خلال الخطوات الانفرادية أو من خلال خطوات وتمثل يعني معاناة للفلسطينيين، ولكن من خلال هذا السلام العادل والشامل. اعتقد ايضا في الازمة السودانية ايضا تمثل مهمة، لان السودان هو يمثل اهمية جيوسياسية كبيرة في منطقة القرن الافريقي في حوض النيل، واعتقد ايضا ان هناك مصلحة امريكية مصرية ايضا تتوافق مع الرؤية المصرية في تحقيق الاستقرار في السودان، لان تحول السودان الى سيناريوهات ربما لا نتمناها كما هي في ازمات كثيره شهدت تراجع للدوله المركزيه، شهدت نوع من يعني هشاشه الدوله، بالطبع سيؤثر سلبا، شظايا هذه الازمه تمتد لكل المنطقه، امريكا لديها مصالح في مواجهه الارهاب، في اعتبارات امنيه، في مواجهه التطرف، في عدم يعني ان تكون الامور انسيابيه في هذا البلد، ولذلك هناك الان جهود حقيقة مصرية أمريكية سعودية على الأقل لوقف القتال لتمديد الهدن للانخراط في المحادثات بين الجانبين. تعتقد يا دكتور جدا وهو يعكس حقيقة أن السودان أيضا تمثل أهمية استراتيجية لكلا البلدين. طب تعتقد يا دكتور أحمد، معلش أنا هأثقل يعني بإضافة كده على السؤال، تعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية مستوعبة حجم التنافس ما بينها وما بين الصين الآن في الملفات السياسية؟ يعني زمان في سنين ماضية كان التنافس هو تنافس اقتصادي على أسواق العالم والتأثير الاقتصادي على دول كتير، أو استقطاب اقتصادي ما بين بكين وما بين الغرب بشكل عام، أمريكا بشكل خاص. الآن الصين أصبحت تلعب أدوارا سياسية كبرى، بنشوفها بتلعب أدوار سياسية مهمة جدا في منطقة الخليج العربي ودول مجلس التعاون الخليجي وتقاربات مع إيران على سبيل المثال. الآن الصين تفكر في خلق وساطة حقيقية لهدوء أو تهدئة الأوضاع في السودان. تعتقد انه ده قد يثير حماسة الولايات المتحدة الأمريكية في انها تشتغل بشكل اكثر جدية واكثر فاعلية عن السابق، باعتبار ان اصبح ليها منافس سياسي قوي في افريقيا مش بس منافس اقتصادي؟ انا اتفق معك في هذا الطرح تماما استاذ يوسف، لان جزء مهم من الخراط الامريكي في منطقه الشرق الاوسط وفي الازمه السودانيه الاخيره هي جزء منها موازنه ومواجهه التمدد وتزايد النفوذ الصيني وايضا النفوذ الروسي. فان نظره بايدن عندما انسحبت من المنطقه في العامين الاولين من حكمها تركت فراغات كبيره في الشرق الاوسط، ملأت الصين هذه الفراغات وسعت بقوه لا الى ذات تاثيرها الاقتصادي والسياسي والأمني، ولذلك عاد الرئيس بايدن المنطقة وعقد القمة الأمريكية الخليجية العربية في جدة في العام الماضي، وهذا الانخراط الأمريكي أيضا في الأزمة السودانية هو محاولة لمنع انفراد الصين أو القوى المنوئة بتفاعلات الأزمة السودانية أو توجيه مساراتها بما قد يؤثر سلبا على المصالح الأمريكية. لكن تظل النقطة والتحدي هنا حقيقة هو كيف يكون هذا التدخل هذا التنافس الدولي سواء الامريكي او الصيني كيف يكون عامل ايجابي في الازمه السودانيه، لان مصر حذرت من ان اي تدخلات خارجيه سلبيه ستعقد الازمه، لان سيكون السودان هنا رهنا لتنافسات القوى الكبرى، وهذه طبعا القوى تعمل لمصالحها وليس فقط لمصالح المنطقه العربيه. ومن هنا تبرز اهميه هذا الدور المصري، هذا التنسيق في العمل على تحقيق الاستقرار في السودان، منع انزلاق الامور، وبالتالي هنا الخراط الامريكي قد يكون عامل ايجابي على الاقل في دور امريكا اكثر فاعليه، اكثر انخراطا في هذه الازمه، ومنع تحول السودان الى نموذج اخر من الازمات العربيه الممتده التي رايناها خلال العقد الماضي. صحيح، انا بشكرك جدا دكتور احمد سيد احمد، خبير العلاقات الدوليه بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه.